فنون مصر للإنتاج والتوزيع تقدم.
سابقا في الأب الروحي. عيلك العطارين مش زين العطار بس، لازم تخليكم فاكرين كده كويس. إذا كان أبوك اللي هو أبوك هج طفش منك وهاجر، هاخدك أنا معايا؟ هو أنا ممكن أرول هنا؟ لا طبعا ما ينفعش، أنا أمي لو دخلت علينا في أي وقت ممكن تبهدلنا. هو في حاجة يا حاج ولا إيه؟ عاوز أبلغهم مين هيبقى الكبير بعد عمك شريف وأخوك صالح، لازم يكون موجود تأكد عليه. أنا لازم نسافر في أسرع وقت، طول الوقت حاسس بالخطر عليا وعليك. على الأقل روح طمنهم عليك. خليك كده وتلجح تتعيل من دور عيالنا زي زكريا كده، كلمته تمشي على رقبتك زي السيف. مش معقول إن أنا بعد العمر ده كله هلاقي نفسي فجأة كده محبوس في قفص. أنا مش سجانة يا سليم. مالك يا حبيبتي؟ ولا حاجة يا حبيبي، وحشتني. بس احنا هنتجوز امتى يا زكريا؟ هو انت كل ما تبسطيني شويه ترجعي وتركنيني عليا تاني؟ نورت الدار يا رب الدار. والله ازيك يا شيخ سلام؟ ما بقتش مصدق ان ابنك فعلا. اول مره اشوف منك الوش ده يا حسن. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا حبيبتي. انت ما نمتش طبعا؟ لا عارفة ببقى شايلة همك وانت راجع من الدار، وانا عارفة انك مسافر عشان تشوف حسن. غدا بيوحشني قوي يا جيهان. تعرف يا زين، ساعات ببقى خايفة قوي عشان تكون زعلان مني، وربنا العالم والله أنا ما كنت أحب أفرق بينه وبين ولادي أبداً. أنت مالكيش دعوة بالقصة دي خالص، هو اللي اختار. تعال ارتاح شوي. لا أنا مش هنام. أنت اللي شكلك مش عاجبني، شكلك تعبان. لا شوية صداع وخلص. خوفي عليك أنت والولاد اللي عمره ما بيخلص. على العموم بعد ما خلص الاجتماع نسافر نعمل تحليلات أنا وأنت عشان نطمن، عشان ما بحبش أشوفك تعبانة. أنا عمري ما ببقى تعبانة وأنت جنبي. يلا تعالى جنبي. ولما هو أبوك زين العطار عايش معانا هنا ليه يا حسن؟ عشان أنا بحب أعيش هنا يا عم الضمة. هو زين العطار مش عايش معانا هنا ليه يا حسن؟ عشان هو عنده شغل. في أسئلة تانية ولا نكمل؟ هو إحنا هنعيش طول عمرنا هنا يا حسن؟ لا طبعًا، لما تكبر لو عايز تمشي بتمشي، ولو عايز تكمل كده زينا هنا تعلم ناس تانية غيرك بتكمل. خلصت ولا في حاجة تانية عايزين نكمل؟ بقول لك إيه؟ رفضت لا تخرج من الدار. فعلا عزيز تعالى كمل الدرس معاهم. لا انا عايز اجي معاكم. اشمعنى انا اللي اكمل الدرس؟ يا عم اسكت بقى. يلا انتوا بتعملوا معايا كده ليه يا جماعه؟ مش عايز ولا كلمه. انا اللي هيجنني حاجه واحده، ما دام هو ابو زين العطار عايش معانا هنا ليه؟ الحمد لله على سلامتك يا بابا. الله يسلمك يا حبيبتي. عاملين ايه يا اولاد؟ انا بخير يا بابا الحمد لله. يا ابني ما تشيل عينك من البتاع ده وتخليك معانا شويه. طب ما انا معاك اهو يا بابا. معلش يا بابا، اصل دي بيسموها كده اراضي المراهقه. معلش يا بابا، بس حضرتك على طول بتتكلم في الشغل وانا ما بفهمش فيه. تفهمش فيه؟ انت ما بقتش صغير، من بكره هتنزل الشركه. طب وبالنسبه للكليه؟ الكليه مع الشركه. صح طبعا طبعا، انت كلامك كله صح. ان شاء الله من بكره حازم هيعرف يوضب مواعيده بين دراسته في الجامعه وبين الشركه والشغل. هتشوف ده بقى راجل اهو، هتشوف هيعمل ايه. ده هيعمل ايه يعني؟ يشتغل. على فكره انا بكره هبقى زي زكريا وهتشوف. زكريا؟ يا ريتك عشر زكريا. انا تون زكريا. وانا تلت زكريا. على فكره يا جيهان، انا قلت للكل يجوا النهارده. مين الكل؟ عيلتنا والكبار التانيين مع عوائلهم. يا نهار ابيض يا زين، طب مش تديني خبر قبلها بشويه عشان نجهز؟ مفيش حاجه هتتعمل، احنا لسه خارجين من ميتم وعزا. هيجوا يشربوا الشاي ويسمعوا الكلمتين اللي هقولهم وهيروحوا. النهارده هقول لهم مين هيبقى الكبير. بس العمليه دي كبيره قوي يا بشوات، وهنحتاج رجاله يشيلوا معانا. الرجاله دايما من عندك يا عم غزال. عندي يا باشا. خلاص يا غزال، شوف الناس اللي هتحتاجهم وكلمهم، بس المهم العمليه ما تخرش الميه، ما يكونش فيها غلط بنسبة 1%. معلوم يا باشا، بس اسمح لي يعني أنا مستغرب شوية. زين باشا ما يبقاش موجود
في عملية كبيرة زي دي؟ هو كف الله الشر عيان ولا في حاجة بتدور من تحت الترابيزة؟ احكولي وفهموني. بقى يا غزال، احنا اللي بينا شغل شغل، وانت بتعمله وبتاخد على نسبة بما يرضي الله. الحكاوي والحواديت ولاد النسوان ده بقى نخليه لما نفضى. احنا عندنا عملية، الناس اللي هتعملها لسه ما جهزتش. معلوم يا باشا معلوم. انزل انا باجي علشان اجيب الرجال. بالسلام. الله يسلم. خليك ورا العيال. اف يعني كان لازمتها ايه المشوره دي؟ ما كنا بيتنا في القصر وخلاص. اوامر اخوك ولازم تتنفس. لا، المره دي لو الاوامر مش عجباني مش هنفذها. يا بنت راكبين لي مع صبري. يا اخويا توك ما افتكرت البنت فين؟ قالوا يركبوا هناك يسمعوا شرايط واغاني وما ادري كيه. ايه ما انت خابر، بنتك لازقه هناك ليه؟ ربنا يحفظهم وينولوا من اللي في بالهم. لا، ينولني انا اللي في بالي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا زينب. بقول ايه؟ بقول حسبي الله في اللي زعل زينب. ايوه. ماله؟ عمال تنفخ ليه من ساعة ما ركبنا؟ معرفش الدنيا زحمة ليه كده؟ طب اهدى بس. ماني هادي. تشوف اخرتها. سيبك منه يا رجي، اللي منرفز عبد الله حاجه تاني. بقول لك ايه يا عبد الله، زكريا هو اللي هيبقى الكبير، عشان ما فيش حد ينفع يكون كبير غيره. ما كفايه نفخ بقى في الاخلادور ده، اتنفخنا معاك. ايه في ايه؟ ما انت عمال تنفخ من الصبح، محدش قالك حاجه. محسسني يعني ان انت هتخترع الذر. اخترع الذره؟ يا سلام على غباوتك. ما احنا لو فتحنا القاموس وطلعنا كلمه غباء هنلاقي صورتك يا نادي. عايز تقول ايه؟ عمال تلف وتبرم كده على ايه؟ عمال تكي 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 تك. ها هات من الاخر. والنبي تقفلي صندوق الزباله ده، بدل ما قطة تنط كده ولا كده. يا بنت بقول لك انا مش حلو مع شروق. شروق ممكن تلبسنا خازوق من ساعه ما مسكتها الكباريه. الان الان يا ناديه. ما تقول لي انت عايز ايه وتديها لي صريحه كده. عايزك تنزلي تشتغلي بدل ما انت مفرشاحه في الزريبه اللي هتتلم قريب ان شاء الله، وساعتها اللي هيبقى فيه بيت ولا كباريه ولا خمسه جنيه. ولو حبينا ننتحر مش هنلاقي تمن السم اللي بننتحر بيه. انا عايزك تشتغل يا ناديه، ولو مش لاقي حد اشوف لك حد يشغلك. وهشتغل ايه بقى ان شاء الله؟ رقاصه. يا نسبتي هتشغل بنتك رقاصه؟ اشغل امي رقاصه الله يرحمها. وبعدين ما الحكايه كلها قريبه من بعضها. مرات ابوكي البشمهندسه رقاصه، واخوكي مطرب شعبي، وناقص ان انا اجيب الطبله ونعمل فرقه الريق للفنون الشعبيه. تممت على الحرس يا فارس وتاكدت من الناس اللي بيخدموا؟ ايوه يا عمي، وكل حاجه تمام. مالك قالب وشك كده ليه؟ لا ما قلبش وش ولا حاجة. أنا بس خايف عليك يا عمي. ما استحملش يجرى لك حاجة. وبعدين يا عمي ما كانش للزوم. يعني ما كانش للزوم كل ده يحصل. قرب يا فارس. قرب. انت بتصدقني لما اتكلم؟ طبعا يا عمي. وانا قلت حاجه تانيه؟ يبقى لازم تعرف ان هو ده الوقت الصح، وما تقلقش
مش هيجرى لي حاجة عشان احنا عاملين حساب كل حاجة. يا عمي كل اللي جرى لهم حاجة قالوا احنا عاملين حسابنا على كل حاجة. وجرى لهم حاجة؟ ما تنشف ياد كده وتسترجل. حاضر يا عمي. ايه اللي عمي عمي عمي؟ وانا مش ابوك ياد ولا ايه؟ انا ابوك ولا عمك؟ ابويا يا عمي. اما قفل بصحيح. انا ماليش عباد غيرك. معرفش غيرك يا عمي. متزعلش من ابوك هذا يا فارس. ابوك راجل طيب. بس هو بيحب نفسه شويتين زياده. اديك قلتها يا عمي. بيحب نفسه شويتين زياده. يعني ما سابليش شويه. لو كان ابوي بقى على الورق بشهادة الميلاد والبطاقة يبقى ابوي عند الحكومة. أنا معرفش أبوات غيرك. وبعدين الحمد لله لو مكانش ده حصل ما عايش جنبك طول السنين دي. ها زكريا فارس عاوزك تبقى في ظهر زكريا على طول من غير ما تقول لحد. زكريا ده أخوي. روح شوف شغلك. بعد إذنك عمي. تفضل. اقعد يا زكريا. الحمد لله على سلامتك يا حاج. الله يسلمك يا حبيبي. إيه يا حاج؟ أنت أول مرة تشوفني ولا إيه؟ جاهز يا زكريا؟ أنا دايماً جاهز. بس جاهز ليه؟ عشان تبقى كبير. مفيش كبير بعدك يا حاج. كل اللي ليه اول ليه اخر يا زكريا. وانا اخري قرب واولك لازم يبتدي. بس انا مش عايز حاجه. انا كل اللي عايزه ان انا ابقى جنبك معاك في ظهرك اتعلم منك. انا لو كبير فانا كبير بيك. انت طول عمرك كبير يا زكريا عشان من صغرك كنت راجل. صحيح كلامي معاك كان قليل كنت بقسى عليك كتير بس عشان كنت عارف ان اليوم ده جاي. وانا ما كنتش عايز اي حاجه منك غير انك تكون راضي عني يا حاج. انا راضي عنك يا ابني. ان شاء الله النهارده هعلنك الكبير وهخلي الكل يبوس على ايدك. يلا قوم جهز نفسك. انت فيك ايه؟ ماني ما انا كويس اهو. انت ما بتكلمنيش غير وانت فيك حاجه، انما وانت كويس ما بتفكرش فيا من اصله. ده مش حقيقي. ايه انت مش ناويه تبطلي فترة عليا بقى ولا ايه؟ بالعكس يا مريم انا طول الوقت وانت على بالي. سليم من غير لف ودوران انت كلمتني ليه؟ تتجوزيني يا مريم؟ زي ما سمعتي كده تتجوزيني يا مريم؟ انت شارب حاجة؟ لا يا اختي مش شارب حاجة. انا في كامل قواي العقلية. انا فكرت كتير يا مريم لقيت ان انا عايز افضل جنبك الشويه اللي فاضلين في عمري. وعلى فكره اللي باقي مش كتير. وانا تعبت قوي يا مريم مش عايز اكمل لوحدي.
قلتي ايه؟ اهلا يا ياسمين، تعالي. اوكي. ايه ده؟ اقعدي يا حبيبتي. حبيبي انا عايزه منك خدمه صغيره قدك ده. كويس، وانا كمان عاوز منك خدمه عشان تبقى واحده بواحده، بس قولي انت الاول. ماشي بابي، انا مطلوب مني بحث في الجامعه ليه علاقه بالحاله النفسيه للمساجين، فكنت عايزه بس حضرتك تكلم لي اي حد في مصلحه السجون يعني سهل لي شغلي مش اكتر. بس كده؟ السيد المدير بنفسه. السيد المدير مين؟ السيد اللواء مدير مصلحة السجون. بابي كده كتير قوي. هي ياسمين العطار شوية، شوف انت بس عايزة تروحي امتى وانا هكلمه يبعت معاكي حد يسهل لك كل حاجة. مرسي يا بابي. تعرف يا ياسمين لو كنت راجل كنت خليتك تبقي الكبير. انا مش عايزة ابقى الكبير، انا عايزة افضل جنب الكبير كده وفي حضنه بس. طب ما انت جايبه لي راجل هو ياخدك مني على الجاهز. مين ده اللي ياخدني منك؟ مستحيل، انت حب عمري. ده ما فيش بنت في الدنيا دي كلها بتحب ابوها قد ما انا بحبك يا زيني عطار. طيب يا ياسمين، يا زيني عطار، الخدمه بقى اللي انا عاوزها منك. امرني بابي. هي وصيه عشان لما اموت. بعد الشر عليك يا بابي، ما تقولش. الخزنه دي رقمها زي عيد ميلاد أمك، 18-11. ملف ده هتاخديه توديه لأخوك حسن في الدار، تسلميه له بنفسك، لا تقريه ولا تشوفي اللي جواه. الكلام ده ما يخرجش برايا أنا وإنتي. حاضر يا بابي، العمر الطويل ليك إن شاء الله، ويا رب عمرك ما تحتاجني اعمل كده ابدا. انا مش فاهمه حضرتك ايه مشكلتك، ده بالعكس يعني فكره ان هو عازمنا بالنهار دي ما فيهاش اي حاجه تخوف. مشكلتي ان هو بيدور على الامان، معنى كده ان هو مش واثق في قراره، وده لو عدى على خير دلوقتي مش هيعدي على خير بعدين. هيكون مين يعني غير زكريا؟ انت خايف من مين؟ المشكله ان انا مش عارف ايه اللي بيدور في دماغه المره دي. اللي سايبه زين كبير قوي، اكبر من اي حد، فلوس ودار وبلد، والاهم سلطته وعلاقته بالتجار اللي بره، وده كله ما ينفعش يبقى في ايد واحد بس، خصوصا لو كان صغير في السن زي زكريا. ومروحنا بقى معناه ان احنا هنعمل مبايعه للي هيتقال اسمه حتى لو ما كناش موافقين عليه. خلاص يا بابي نعتذر، بلاش نروح، ما توفقش على حد انت مش عايزه. لا انا اذكى من كده، لو ما روحتش اخرج بره اللعبه، ودي لعبتي انا. انت هتروحي بدالي، نسمع ونشوف هنعمل ايه. عاليه تعالي يا حبيبتي، تعالي قربي، ما تخافيش، تعالي. اهلا 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 اهلا. انت مبسوطه عندنا هنا؟ بتحبي زكريا؟ بتحبي هايدي؟ طب روحي العبي يلا اجري. كويس انك جيت. الحمد لله على سلامتك يا بابا. الله يسلمك. خير يا بابا، زكريا قال لي اني لازم اجي اقابل حضرتك. خير ان شاء الله، عاوزك تبقى معانا اليومين دول. ليه يا بابا، هو في حاجة ولا ايه؟ هو لازم يبقى في حاجة؟ يا اخي عاوزك معانا شوية، كتير عليا ولا ايه؟ لا 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 يا بابا طبعا. طب روح اقعد مع اخواتك لغاية ما اطلع اغير وانزل لكم. في ايه؟ كاكاو، انت هتعملهم عليا انا يا حسن؟ مالك قلب وشك كده ليه؟ مش عارف يا عزيزي، قلبي مقبوط.
اكبر موضوع يا حسن، كل ده عشان اتخانقت مع عمار؟ ما انت كل يوم بتتخانق مع عمار، ايه الجديد؟ على فكره انا ما اتخانقتش معاه، انا اصلا ما اديتش حقه اللي هو عايزه، والموضوع يكبر. هو راح فين دلوقتي؟ خرج مع امير يجيبوا الميمون. هو تعبان كده؟ حسن، عمار حطك في دماغه، مش هينولها لك، افهم. تفتكر هيكلم رحمه؟ انا اتوقع اي حاجه من عمار بصراحه، بس ان شاء الله ما يحصلش. انا مش فاهم هم ليه مش عايزين يخرجوني من هنا. ايوه يا نادي. ايوه يا حبيبي. انا عايز افهم انتوا ليه مش معزومين؟ انت بتسالني انا؟ ما تسال ابوك. ما انا سالته ما فهمتش منه اي حاجه، قال لي هقول لك بعدين. اكيد فتحي عمل مصيبه. مش مهم، المهم ان انا بحلم باليوم ده من زمان. تحلمي بايه جاتك نيله؟ اذا كان انا نفسي ما بحلمش، انا مش عايزها اصلا يا نادي. مش عاوزه ليه يا زكريا؟ كل ما بفكر ان انا هبقى كبير جيلي احساس كده انه ده معناه ان ابويا ممكن ما يكونش موجود، والاحساس ده بيقتلني. انا كل اللي انا عايزه ان انا افضل جنبه حواليه، اتعلم منه، اشيل معاه المسؤوليه، اشيلها، بس ما احسش ابدا انه ممكن ما يكونش موجود. الاحساس ده بيقتلني يا ناديه. ربنا يخليه لك. ما هي دي بقى سنه الحياه زي ما بيقولوا، وانت قدها. المهم عايزك تعرفي لي ايه اللي حصل، ليه انتوا مش معزومين؟ اعرفي لي من فتحي، وانا احاول اعرف من ابويا. بقول لك ايه، انا لو ما جيتش هتقهر. مش معقوله هي تبقى جنبك وانا اللي بعيده. ناديه، هي دي اسمها مراتي مش هي. هو انت ليه ما بتفكرش قبل ما تتكلم يا زكريا؟ على العموم انا اهم حاجه عندي ان انا اشوفك مرتاح. انا اسف، ما مش قصدي. انت عارف انا بتكلم معاك على طبيعتي، يعني ما بعملش حساب للكلام. عموما الوضع ده هيتغير، وهيتغير قريب ان شاء الله. سيبيني اجهز بقى، وما تنسيش اعملي اللي قلت لك عليه، عايز اعرف. يلا سلام. خوفتيني عليك يا هوا يا سلمى. ولا كنت هفرق معاك اصلا. ايه ده، عرفتي منين؟ سبحان الله. ما بلاش الكلام الخايب ده، عشان انت عارفه انا بحبك قد ايه. بحبك يا سلمى يا اجدع واحن اختي في الدنيا. هديه دي جايبها لك ايه؟ الله، ده بدوب الطيب ده. بس هي ما قدرتش تيجي عشان عندها شغل. صالح، ممكن اسالك سؤال؟ طبعا، بس يا ريت ارجوكي بلاش اسئله مزعجه عشان انا على اخري. هو انت وايا عايشين في بيت لوحدكم؟ قمة الإزعاج. ليه؟ صالح، هو أنت ترضى إن أنا وإياد نعيش مع بعض في بيت واحد وإحنا لسه ما اتجوزناش؟ أنت مستعجلة على إيه؟ أنتوا خلاص أنت وإياد هتتجوزوا قريب إن شاء الله. صالح، ما تهربش من الموضوع، عشان الموضوع ده أنا بفكر فيه فعلا بقالي فترة. أنت من ساعة ما رجعت وأنت متغير، بس ما وصلتش إنك تعيش في بيت واحد مع صاحبتك يعني. رد علينا يا صالح. أنت ترضى إن حد فينا يعمل كده؟ ده أنا كنت أذبحكم. وضميري مرتاح، واقف قدام القاضي يقول لي قتلت اخواتك، اقول له قتلتهم عشان بيقولوا كلام خايب. يا سلام. طب اشمعنى انت بتعمل كده بقى؟ عشان الموضوع مختلف. انا وايا كنا مسافرين بره وعايشين كده، ولما رجعت مصر ما لقيتش اي مانع ان احنا نكمل كده. وبعدين طالما ما بنأذيش حد يبقى خلاص، فارجوكوا بقى خليكوا في حالكوا وسيبوني في حالي. ايوه يا صالح، بس انت دلوقتي مش بره، انت هنا في مصر، واحنا هنا مش كده. يا سيدي اما تروح هناك ابقى اعمل اللي انت عايزه. يا ستي، لا احنا اخر ناس ولا اول ناس هنعمل كده. طب طالما انت مقتنع قوي بالفكره دي، ليه بقى معترض ان اي حد فينا يعمل زيك؟ ولا هو حلال ليك وحرام على اي حد يخصك؟ في يا ياسمين، مالك عماله تلفي وتدوري وبتلعبيني بالكلام؟ انت اصلا ما يخصكيش الموضوع ده. ثم انا وايا هنتجوز خلاص قريب، انا جاي النهارده اصلا عشان افاتح ابوكو ان انا هسافر بره وهعيش هناك خلاص. كده يا صالح؟ ايه كده يا صالح؟ في ايه؟ وانا مسافر كوكب تاني، ما تبقوا تزوروني. وبعدين بقول لكم ايه بقى، انتوا بتحبوني ولا مش بتحبوني؟ لو بتحبوني بجد عايزكوا تقفوا معايا قدام بابا في الموضوع ده، عشان انا عايز اعيش مرتاح، عايز ابقى مبسوط. بابي مش هيوافق يا صالح، ولو وافق هيتقهر. ربنا يستر بقى. انت عايزني اعمل ايه يعني؟ اصالحك عليه؟ انت اتجننت يا ابني، انت خاين، والخاين بيروح النار. وبعدين زين ما يحطش ايده في ايد خاين حتى لو كان ابنه. كده الكل هيعرف ايه اللي حصل، والموضوع مش موضوع زين بس انه يعرف،
ولا اللي هيختاره زين. الموضوع ان انا بقيت ملعون العمر كله وانت اللي عملت فيه ده. انا ما عملتش حاجه لحد، انت اللي استعجلت يا رايق. قلت لك اسمع وافهم كده، ما اعرفش انت عايز تعمل ايه، وبعدين انت عايزني اقول له ايه اصلا؟ ما لو تربط هتربع على الكل، مش هتربع عليا انا لوحدي. انا اخر واحد في الدنيا ممكن تهديه ده فتح يا رايق. اهدى كده وقول هديت وخليك حلو عشان ابقى حلو. يلا انت مستنياني، امشي روح اسكت في الكباريه بتاعك، اعمل اي حاجه حرام اللي بتعملها دي. يلا يا عم يلا ما بلدات. ماشي. هما ساكتين كده ليه؟ كل همهم يعرفوا مين هيبقى مكان بابي. انا مش مطمنه، شوشهم كلها شر. قوم وقعدني. انا؟ لا امي ولا اللي قاعد على الكرسي. قوم. قمت. راجل ناي صحيح، صبرني يا رب. بقول ايه؟ هو اتأخر كده ليه؟ الصبر طيب يا زينب. ربنا يصبرني عليكم كلكم. عمرك زين يا زين، مش تقولها كده برضه في الصعيد؟ ها بنقول انا زين طول ما انت جنبي. لسه لسانك بياخد الكلام من على لساني. اللسان الموصول على القلب ما يعرفش يزوج الكلام. الا انت لسانك موصول على عقلك. مع كل الناس الا معاك يا حبيبتي. نفسي اعرف تجيب الكلام الحلو ده منين. يلا عشان ما نتاخرش. إن شاء الله ربنا ما يحرمكم من اللقاء أبدا يا أولاد. يلا على الجنينة برا. ازيك يا ريهام؟ كبرتي ما شاء الله، انا سامع انك شايله شغل ابوكي كله. بابي ملوش غير يا عم. ربنا يخليكي لي يا حبيبتي، نورتي بيت العطارين. ميرسي، بعد اذنكم. جلال قول لابنك كفايه لحد كده، عايزين ننسى اللي حصل كله ونبدا من اول وجديد. بقول لك ايه؟ اختصر عشان انا رايح اتجوز النهارده. ايه؟ في واحده عامله لك عمل ولا ايه؟ والله ما انا عارف مين فينا اللي عامل عمل للتاني.
حلوة. وأنا برضو عمري عرفت بنات مش حلوة. وأنت عمرك عرفت بنات أصلاً يا سليم. المهم هتسد في الجواز في السن ده ولا هتفضحنا؟ مين ده اللي يفضحكم؟ ده أنا قد الراجل في العطارين كلها. تلاقيك أنت بس غيران عشان راحت عليك. يا أخويا أنا شبعت جواز وخلف خلاص، الدور الباقي اللي ما دقهوش أصلاً. أدينا هندوق ونجرب. الأيام عدت بسرعة أوي يا زين. أوي. كل الحاجات الصعبة اللي عدت علينا وكنا فاكرينها مش هتعدي عدت. ودي أصعب منها وعديناها برضو. عديناها عشان كنا دايماً في ظهر بعض. ندمان على حاجة؟ ياه ما تعدش. وأنت؟ أنا ما بندمش يا أخويا. تفتكر غلطنا كتير؟ تفتكر أنت العيال دي هتلاقي حد يصاحبها ويقف جنبها زي أنا وأنت كده؟ حتى لو ما لقوش هيفضلوا يحكوا في حكايتنا أنا وأنت، ونفسهم يبقوا زينا. اختصر بقى علشان زي ما قلت لك، وأنا هروح أبص بص على البوفيه. هويدا يا هويدا، امرك يا زنبي؟ ده هيلي فارس وعبد الله وعلي. حالا يا فندم. مهما حاولت اقول لك مبسوطه قد ايه مش عارف. ربنا يعدي على خير. قلبي مش مطمن. النهارده أهم يوم في حياتنا. ما هي تفضل واقفة هنا؟ في ناس مستنينا تحت. طب ما نأجلهم شوية. إيه؟ تكسفي؟ ما عشان كده مش عارفين نخلف. طب أقول لك حاجة بقى. اتأخرنا. ماشي. خير يا عم. اهلا يا ولاد، اقعدوا. اقعد يا عبد الله. ماليش مكان يا عمي. مكانك جنبي يا حبيبي، تعالى. حاضر يا عمي. كل الناس اللي بره دول مستنيين يسمعوا اسم الكبير عشان يعرفوا هيرتبوا احوالهم ومصالحهم معاه ازاي. بس احنا الحكايه بالنسبه لنا مش ترتيب مصالح، احنا مصلحه واحده. ابويا لما اختارني زمان كنتش انا اكبر واحد، بس هو كان شايف ان انا اللي انفع. وانا كمان لما اخترت اخويا شريف الله يرحمه كانش عشان هو أخويا، كان عشان هو اللي ينفع. وأنا إذا كنت كبير فأنا كبير بيكو، والكبير ده كبير باللي حواليه. اللي حواليه كبار، كلكم كبار، كبار ببعض، اوعوا تنسوا دي.
أنا اخترت واحد بس مش هقول لكم اسمه دلوقتي، هتسمعوا اسمه مع الناس بره، وعاوزكم لما تسمعوا اسمه تروحوا تباركوا له وتبوسوا على ايده بنفس رضيع. يلا يلا يا حبايبي روح. بعد اذنك يا عم. عمي انت كويس؟ بابا 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 يا زكريا.